في البداية أمسي عليك خالد ولكافة مشاهدينا الكرام بتحية طيبة معطرة بنفحات هذه الأرض الطيبة مكة المكرمة. خالد نحمد الله سبحانه وتعالى، فعلا عادت الأعداد بأعداد كبيرة كما تشاهد الآن في الساحات من زوار والمعتمرين. أيضا أريد أن أتحدث عن الحركة التسوقية في المنطقة المركزية والحراك التسوقي في المراكز التجارية والمولات الموجودة على ساحات المسجد الحرام، حركة كبيرة ولله الحمد يتشهدها أو يشهدها هذا القطاع الاقتصادي وهو قطاع التسوق والمحال التجارية، إضافة إلى ذلك قطاع الفنادق. يعني أريد أن أتحدث بالأرقام، مكة المكرمة فيها 3000 فندق، وفي المنطقة المركزية تستحوذ على 30% من هذا العدد، أي ما يعادل حوالي 900 فندق في المنطقة المركزية وفي المناطق المجاورة مثل شارع إبراهيم الخليل ومنطقة الغزة. هذه الفنادق ولله الحمد تم تشغيلها الآن بكامل طاقتها الاستيعابية، وحتى أن بعضها في هذه الفترة وخلال هذه الفترة نسبة الإشغال فيها 100%. فنحمد الله سبحانه وتعالى على ذلك، وأريد أن أتحدث عن الآلية كي يعني ننقل هذه الصورة لكل من يريد أن يأتي إلى مكة المكرمة ويقوم بالحجز عبر الفنادق. نريد أن نتحدث عن هذه الآلية التي يعني تكون موجودة في كل الفنادق وكيفية أيضا الحجز والوصول إلى الفندق مع سعادة الأستاذ مرزوق القحطاني وهو المدير التنفيذي لأحد الفنادق هنا بالمنطقة المركزية. مساك الله بالخير أستاذ مرزوق. مساك الله بالنور حبيبي بهاء، وشكرا يعطيك العافية على الفرصة الجميلة هذه ننقل فيها الصورة الموجودة حاليا في المنطقة المركزية وفي مكة، الصورة اللي ما شفناها من زمان ولله الحمد. هذه في 2019 وأكثر من 2019 بعد رفع الإجراءات الاحترازية المتطلبة بجائحة كورونا في أول شهر مارس الحمد لله، وأثرت إيجابيا على جميع القطاعات الموجودة والفنادق الموجودة في منطقة مكة المركزية وحتى الخارجية. بعد اجتماعنا ولله الحمد مع وزير السياحة وطلب منا رفع الطاقة الاستيعابية الكاملة، ولله الحمد الآن رمضان تقريبا محجوز كامل ولله الحمد في كل الفنادق وليس نحن فقط. يعني طيب عادت أيضا البوفيهات المفتوحة، نظام الإفطار، نظام الغداء، ولله الحمد في عام 2021 كان ممنوع البوفيهات وممنوع المطاعم، عانينا الكثير. هذه السنة فتحت كلها وبكل طاقتها الاستيعابية الحمد لله، ومن هذه النتائج غير أن احنا استقبلنا النزلة قمنا بنوظف السعوديين ولله الحمد، والتوظيف على مصراعيه ولله الحمد، والحمد لله حجزنا حتى الى 4 أشهر قدام ولله الحمد. نتمنى انه يكون نفس المنظر نشوفه في الحج باذن الله، واتمنى يكون واعد باذن الله مثل ما يكون رمضان واعد باذن الله يا رب. تقريبا اغلب الجنسيات او من كل الجنسيات موجوده في الفنادق ولله الحمد، فتحت لكل الدول، ومنها من اهمها كان الحجر الصحي والمؤسسي، رفع التعليق عنه ولله الحمد، والان يستطيع المعتمر والحاج ياتي للسعوديه حتى بدون طلب البي سي ار واخذ العمره ولله الحمد بكل سلاسه وبكل ليونه ولله الحمد. الفنادق الطاقه الاستيعابيه بكاملها، ليس فقط المنطقه المركزيه، حتى المناطق الخارجيه من المنطقه المركزيه كلها بكامل طاقتها الاستيعابيه ما شاء الله الرحمن. بس لو مشيت خارج المنطقه هنا بتشوف كل الفنادق الموجوده بنارتها كامله وطاقتها الاستيعابيه ولله الحمد. ما شاء الله تبارك الله، شكرا لك الأستاذ مرسوق القحطاني. الحمد لله خالد، يعني كما ذكرت أنت في بداية البرنامج عادت موائد الإفطار التي سنشاهدها بعد توقفها لمدة 2 عامين هنا في المسجد الحرام، ولا جو روحاني بها الكم الكبير صحيح من الزوار والمعتمرين، موائد خاصة الإفطار في 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 في, في الحرم صحيح. يعني لا جو روحاني مختلف. بس عندي سؤال الآن، قطار الحرمين شغال الآن؟ نعم، قطار الحرمين الآن يعمل والحمد لله رب العالمين. طبعا ينتقل من محطة مكة المكرمة حتى محطة مدينة الملك عبد الله الاقتصادية ومن ثم حتى المدينة المنورة، هو يعمل الآن قطار الحرمين. في السابق كان ليس بطاقته الاستيعابية الكاملة، ولكن خلال هذه الفترة بإذن الله محطة مطار الملك عبد العزيز شغال الآن صحيح؟ يعني يقدر الواحد يوصل مطار الملك عبد العزيز الجديد الآن اللي تحفة نفتخر فيها في الوطن، ويروح يركب قطار الحرمين يروح لمكة ياخذ عمرته سلمك الله ويرجع يركب قطار الحرمين يبي يروح المدينة ولا بيرجع للمطار صحيح؟
صحيح، وهذا تسهيل كبير ولله الحمد لكل زائر للمدينة المنورة ووصوله إلى مكة المكرمة. وإذا كانت رحلته من المطار الملك عبد العزيز مباشرة للمدينة يستطيع التوجه مباشرة إلى هناك دون الوصول إلى مكة المكرمة. شكرا لك والله يعطيكم العافية، وإن شاء الله نشوف قصص رائعة تصنعونها أنت والزملاء في الميدان في الحرم وفي